في محرته الأولى بكل من مخيم طماريس وسيدي كوكي وكذلك مخيم السورية أطفال العالم القروي من منطقة الرحملة ومنطقة كذلك اليوسفية وبنقرير في إطار شراكة قوية وفاعلة بين المكتب الشريف للفوسفات والجامعة الوطنية للتخييم اللذان حاول ما أمكن أن يقوم بهذا المجهود الجبار من أجل نجاح تجربة فريدة من نوعها. نود من خلالها أن يكون هناك عمل يستوحي كل شروط الراحة للطفولة بجهة مراكش أسفي. نعم. بدءا ببدء فلا يسعني إلا أن أشكر الناس اللي واقفين في الناس اللي وراء هذه المبادرة التخييم هذه. صراحة هي دخلات الفرحة على قلوب مجموعة ديال أولاد سيدي أحمد، مجموعة ديال الأطفال سيدي أحمد والآباء ديالهم اللي ما كانش عندهم تنفس آخر، اللي كان أن العطلة ديالهم كل سنة كانت تصغر ما بين الحيوط ديال القرية هذه والدوار ديالهم، إلا أن هذه السنة الحمد لله إن شاء الله غادي يخرجوا غادي يشوفوا مؤامرات اخرى وغادي يستمتعوا غيعرفوا شي حاجه اللي سميتها المخيم. فباسم الجمعيه وباسم مكتب الجمعيه ديال اجيال سيدي احمد لا يسعني الا ان اتقدم الشكر الجزيل والشكر الخالص للناس اللي وراء هذه المبادره هذه، ونتمنى ان هذه المبادره